هيا عم طالب. قالوا بسيد المحافظ يتدخل بالشغله باسرع وقت. ها عيني اذا ماكو نسويها ري عام، نصعد لبغداد نوصل لرئيس الوزراء. اي لان هاي كلها عوائل، وين تروح؟ وين تروح؟ البلديه تاجيل ونشوف نظريه الارض وقفل وقفل الدعوه كلها. اي الغاء لان هاي العوائل وين تروح؟ وين تروح العوائل هاي؟ تقعد بالبيوت هاي العوائل هاي العايشه. حوالي 200 محل وتعرف اصحاب عوائل صار لهم اربع ايام جونا تبليغ من مديريه بلديه الرميثه. ها عمي سماوه قالوا عمي شيلوا شنو خلال خمسة ايام تخلون المحلات. عمي شنو هي؟ قال والله هاي المحلات قايله للسقوط. عمي انتم طلعتوا كشيف وديت الدفاع المدني شفتوه لو كله دسدس، يعني احنا هاي 200 عائله خلال خمسة ايام وين تروح هاي الوادم؟ يعني اصحاب عوائل يعني من اوغاد لحقتوا الكاسب على قوته اصحاب عوائل 200 عائله، لمن تعطون هذا الاستثمار؟ لمن؟ كريت مسلح درجه اولى. طب وصور هاي المحلات احنا شو نطالب؟ احنا ما نطالب بس نريد نضل بالمحلات، احنا نريد نعيش. المحلات هذول بال 200 دكان كم عائله العايشه بيها؟ هاي وين تروح يطونها؟ لمن؟ يطونها للذولا التجار. التجار يرحم الناس الفقراء هاي فوق ما مظلومين، ناس صاحب عوائل صاحب اطفال، ولكم شنو جابكم الله لينا؟ لنا 15 سنه هنا بهاي المحلات، هسه يومية ماكو خلال خمسة ايام كنت تخلون المحلات، زين اذا هي عصابه تحكي لك وين عصابه؟ ويا من تحكي؟ اذا قضوا السماوة بس مولات وبوق ونهيب، واحنا ما طايح بيها بس الفقير، اي وين تروح هاي العالم؟ ناس على باب الله كل من يحصل له كسبه يحصل خضره ودجاج، اكو غير الفقير حي سوق الدجاج سوق هرج القديم، زين وين تروح هاي العالم؟ يقول لك بتطيح للمستثمار، تروح للمستثمار تروح للاستثمار يقول لك للبلديه، تروح للبلديه، واحد يذبع الثاني. Thank you.